اسمي وليد خالد الحربي، الفئة الكبار، وزن 70 كيلوغرام، في نادي الجهرة. طبعا أول شيء كلمني الوالد عنها أنه ليش ما تروح وتشوف اللعبة، ورحت أسبوع أسبوعين ثلاثة وكملت، والحين صار لي تقريبا فوق 6 سنين بالملاكمة. طبعا من أهم المدربين اللي أشرفوا عليه هو الكابتن منصور العجمي، وكابتن سعد الحجرف، وكابتن حسن حسني، طوال تقريبا 6 سنين هذه. بداية التمرين من بعد الكورونا الأغلبية كانوا قاعدين بالبيت وما كانوا يسوون شيء، واللي زاد وزنه، فاهتمينا بالتدريب على اللياقة أول شيء، وعلى أن الواحد يمسك نفسه بالأكل. وكان تمريننا بداية تسخين، بعدها عاد نبدأ مثلا بالشادو كيس، ويمكن حتى نطلع الملعب ونتمرن هناك. طبعا أنا أول شيء أشول في لعبة الملاكمة، فيركز علي أن التكنيكات بشكل عام ضد أي لاعب، والأغلبية طبعا يكونون أيمن، فنركز على التكنيكات ومنها على اللياقة والقوة. طبعا من اللاعبين اللي حتى لهم يعني صيت كبير في نادي الجهرة تركي العازمي، عبد الرحمن الديحاني، وطبعا الكابتن القدير فهد طعم الشمري اللي ما كان يقصر ويانا باي شيء، لما يشوف عندنا غلطة يجي ويعلمنا ويتمرن ويانا. طبعا بالفترة 6 سنين اللي طافت تقريبا شاركت بطولة ملاكمة واحدة، والأغلبية كانت بطولات كيك بوكسينج. جبت المركز الأول بالكيك بوكسينج، جبت ميداليتين مركز ثاني، وفي الـ MMA جبت المركز الثاني. طبعا غدوتي في الملاكمة هم كثار، ومن أشهرهم طبعا اللاعب الكبير محمد علي كلاي، وفي طبعا أبطال محليين نفس فهد طعم الشمري، وحتى زميلي بالتمرين تركي العازمي، عبد الرحمن ديحاني، وحتى يعني أكثر من شخص. طموحي في رياضة الملاكمة أني أدخل منتخب الكويت وأمثل دولة الكويت على أكمل وجه، وأني أخذ إن شاء الله المركز الأول في بطولة الخليج وبطولة آسيا. نصيحتي اللي ما يلعب رياضة يبدأ إن شاء الله من بكرة ويتمرن، لأن هذا يعتبر روتين بالأساس. أنت ترجع من المدرسة ما عندك شغل، لو تقعد بس أبو ساعة بعدها تتمرن تقريبا من 4 لـ 6، من بعدها راح تكون فاضي، وبوقتها تطلع من النادي، تطلع الطاقة السلبية اللي فيك، تطلع مثلا أشياء كثيرة، ومنها تنزل حتى بالوزن إذا كنت زايد بالوزن. اسمي عبد الله عوض رشيدي، نادي الجهرة، الوزن 56، فئة رجال وشباب. الملاكمة الصدفة دشيتها أنا وأخوي، كنت ماني مسجل، بس أول ما شفت التمرين وعجبني اللعبة، لأن اللعبة فردية، ويعني ألعب الحالي كتستفيد كجسم ولياقة، ما يعني مالك مو مثل الكرة الجماعية لازم تلعب مع ناس وكذي، هذه الأفضل شيء. أول شيء فترة الكورونا كان حظر، ما في نادي، تمرن كحفظ على جسمي، لياقة، تسخين، عندي كيس ألعب عليه، وعندي حبل كتمرن كسشة، يعني شلون لياقة نستفيد ونحافظ على وزننا. تغير التمرين، أول شيء نبدأ باللياقة، إنه قبل العودة إنه ما في لياقة، ونلعب كشون لياقة، نلعب شد وكيس، وفترة من العصر لش اسمه 6 بالأسبوع، ستة أيام قبل البطولة بشهر أحافظ على وزني، يعني أرتب وزني، الأكل بالترتيب واللياقة أزيدها أكثر، يعني تمرن أكثر ونحافظ على الأكل الصحي. أول بطولة لعبتها أخذت الثالث فئة أشبال، وثاني بطولة أخذت فيها الثاني أشبال، وثالث بطولة أخذت فيها مركز الأول أشبال، ولعبت بطولة خارجية السعودية أخذت فيها الثاني. قدوتي بالملاكمة لوماتشيكو وكانيلو، اللي شجعني على الرياضة الوالدة
والوالد وابو رعيد وكابتن حسن حسني وكابتن فهد طعم الشمري وسعد الحجره. طموح ان شاء الله اني ارفع بالملاكمه، انه قليل بالملاكمه، الملاكمه العالميه الانجليزيه قليل انه ما فيها عرب. ان شاء الله اولمبيات سنه 2024 نشارك فيها، وان شاء الله الاحتراف ناخذ على حزمه، والعالميه محتاجين الدعم المادي والمعنوي والاعلام، ويعني الملاكمه قليل الاعلام، تصوير والاخبار عنها خاصه الوطن العربي والخليج. نصيحه، افضل كلياقه جسم، والحين بالزمن هذا قليل يلعبون رياضه، كتستفيد انك افضل لياقه جسم يعني تحافظ على وزنك. معاكم اللاعب فهد عبد الله حمد الحربي، فئة الناشئين، لعبتي رياضة الملاكمة، وزني 64. طبعا قبل الملاكمة كنت برياضة التايكواندو، طبعا صار لي فترة فيها من قرابة 4 سنين. من بعدها حبيت اني اغير توجهي، لان ما كنت متوفق برياضة التايكواندو. طبعا من خلال مشاهدتي للمقاطع باليوتيوب للاساطير الملاكمين، محمد علي كلايل، مايك تايسون، فصراحة حبيت هاللعبة فشفت أنها تستهويني، فرحت الملاكمة اللي بنادي الجهرة فاستفسرت هناك وسجلت. طبعا اللي أفادني بالتايكواندو من ناحية اللياقة، من ناحية الستب، في بعض الحركات بالتايكواندو فادتني بالملاكمة. قسمت التمارين على مدار الأسبوع في فترة كورونا، مثال يوم ألعب صدر وباي، يوم ألعب أكتاف وإلى آخره. طبعاً وسائل الحماية في لعبة الملاكمة هي الشيء الأساسي، التسكير على الوجه، فمن خلال يدينك تسكر على وجهك، والواقي الرأس، تلبس واقي الرأس وواقي السنون. طبعاً أنا صار لي فترة داش للملاكمة من سنة وما حصل لي أني أدش أي بطولة، لكن أنا قاعد أحضر للبطولات الجاية وبإذن الله أني أنجز. طموحي بإذن الله أني أوصل للأولمبياد، طبعاً أول شيء أني أكون بطل الكويت، من ثم بطل الخليج، وبطل الوطن العربي، ثم آسيا، ثم العالم. قدوتي في الملاكمة هو الأسطورة مايك تايسون، لأن لعبتنا لعبة وزن، فشيء أساسي أنك تسوي لك نظام غذائي تتبع على مدار الشهر وتراقب وزنك، فلازم تنزل توصل وزن معين اللي يطلبونه منك الكباتن عشانك تدخل البطولة. المدرب قاعد يركز اني اكون خفيف باللعب، بالستب، بالحركه، بحيث اني ما اكون ثقيل واني اكون على قولتهم اني ابعد عن اللكمه، ما اكون ثابت. نصيحتي للي بعمر انه يشتغل وقته بالرياضه، لان احنا حاليا فتره كورونا عندنا وقت فراغ كامل، والحين حاليا بالدراسه في المجموعات مقسمه على A وB، فاليوم اللي ما يكون فيه دوام تشتغل فيه رياضه، تشتغل وقتك فيه بالرياضه، بحيث انك تبني جسمك وتأسس جسمك لين ما تكبر وتطلع ببنية صحية.